السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. كرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلم معكم على المواعيد ديال الامتحان المحلي وكذلك فروض المراقبة المستمرة، يعني الفروض الثانيين بالنسبة للابتدائي والفروض الثالثين بالنسبه للاعدادي والثانوي فوقاش غادي يكونوا ان شاء الله. دونك هادشي اللي غادي نعرفوا بناء على واحد المذكره وزاريه نشرتها الوزاره اليوم الاربعاء 12 يناير 2022. اذا المذكره هي هذه، المذكره رقم 4 في 2022 بخصوص اجراء الامتحانات الموحده المحليه على صعيد المؤسسات التعليميه واجراء ما تبقى من فروض المراقبه المستمره خلال الاسدس الاول. مزيان، اذا انا ما غاديش نقرا هادشي كامل، غادي نمشي اولا السلك الابتدائي. اولا السلك الابتدائي بخصوص الامتحان المحلي على صعيد المؤسسه غادي يكون هاو يومي 1 و2 فبراير، صافي، يعني 1 و2 في شهر 2 2022 غادي يكون عند التلاميذ ديال السادس الابتدائي غادي يكون عندهم امتحان محلي، صافي. هذه بالنسبه للابتدائي، امتحان محلي 1 و2 في شهر 2 2022. بالنسبه لفروض المراقبه المستمره، يعني الفروض الثانيين فوقاش غادي تدوزوهم من طبيعه الحال حسب كل استاذ وفوقاش كيدوز الامتحانات، ولكن اخر الفروض غادي يكونوا ما بين 24 و29 يناير، يعني 24 في شهر 1 حتى 29 في شهر 1 2022، وبالتالي ماشي الاسبوع هذا القادم وماشي الاسبوع اللي موراه، الاسبوع اللي وراء اسبوعين هادو اللي ماجين، صافي مزيان. وغادي يكون مسك النقاط من 25 ل 31، والنتائج غادي يكونوا ابتداء من 4 فبراير، يعني التلاميذ ديال الابتدائي ابتداء من 4 في شهر 2 غادي يبداو يتسلموا النتائج. بالنسبه للسلك الثانوي الاعدادي، صافي سالينا مع الابتدائي، دابا غندوزو للاعدادي. الموحد المحلي غادي يدوزوه حتى هما نهار 1 و2 فبراير، يعني 1 و2 في شهر 2، صافي. وبالنسبة للمراقبة المستمرة أي الفروض بنفس الصيغة، من 24 ل 29 الفروض، من 25 ل 31 مسك النقاط، ومن 4 الفوق توزيع النتائج. ثالثا غادي ندوزو للثانوي التأهيلي. بالنسبة للامتحانات المحلية ما عندهمش بطبيعة الحال، وبالنسبة للفروض آخر الفروض غادي يكونوا ما بين 27 و2 فبراير، يعني ما بين 27 في شهر 1 و2 في شهر 2 2022. مسك النقاط غادي يكون ما بين 28 يناير و3 فبراير، وكذلك بحال الابتدائي والإعدادي توزيع النتائج غادي يكون ابتداء من 4 فبراير، صافي هنايا، وتوزيعها على التلميذات والتلاميذ قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسية، يعني التوزيع ديال النتائج كل من الابتدائي والإعدادي والثانوي غادي يكون قبل من العطلة، يعني قبل من العطلة ديال منتصف السنة الدراسية. بالنسبة لرابعا هنايا كيذكروا التلميذات والتلاميذ وكذلك الأطر التربوية الإدارية، كيذكروهم بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19، يعني خصنا الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية والحاجزية أثناء إجراء هذه الفروض وكذلك الامتحانات على صعيد المؤسسة. هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.